بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعزيه وصادق مواساته للرئيس المصري وللشعب المصري الشقيق ولأسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بالقاهرة وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية كما أعرب سموه ولي العهد حفظه الله عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها قيادة وشعبا في مثل هذه الأحداث الإرهابية المؤلمة، في ظل ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية وثيقة.